أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتواصلين معكم لمتابعة آخر أخبار حالة الجو. كما تابعتم اليوم تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي عميق أدى ذلك إلى سقوط الأمطار ونزول الأودية في كافة محافظات السلطنة. حالة الطقس بشكل تفصيلي، الطقس غائم مع هطول أمطار تكون رعدية أحيانا مصحوبة بتساقط حبات البرد على محافظات مسقط ومسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، وصحو إلى غائم جزئيا على محافظتي الوسطى وظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة. بالنسبة لتوقعات الرياح، تهب على محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ومن المتوقع هبوب رياح هابطة نشطة مصاحبة للأمطار الرعدية. أما بالنسبة لحالة البحر فهو متوسط الموج على سواحل بحر عمان ومحافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين، وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. هذا بالإضافة إلى التحذير الدائم بعدم ارتياد البحر في ظل وجود هذه الأجواء. الرؤية الأفقية جيدة على معظم محافظات السلطنة وتكون ضعيفة أثناء هطول الأمطار الرعدية. هذا بالنسبة لحالة الطقس في هذه اللحظة. نلتقيكم على خير، في أمان الله.